بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا وبث مباشر لاستطلاع شمس ليلة 23 رمضان. يعني الليلة امبارح كانت ليلة جميلة جدا، كانت ليلة مميزة، الهدوء الجميل، السكينة الحلوة، ما كانش حر ولا برد. من المغرب كانت الليلة جميلة جدا، وزي ما احنا شايفين كمان السماء ما شاء الله، واحنا بنستطلع مع بعض هذه الليلة السماء صافية. يعني احنا طبعا البث عن طريق الفيسبوك وعن طريق اليوتيوب، فيعني سعدنا طبعا تكونوا متابعين معنا ومشاركين معنا. ياريت كل اللي بيتابعونا يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوا كتير جدا باللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عنا. اللي بيحب يتابع معنا بقى الاستطلاع ومتابع معانا من زمان، فيعني عرف صحابك، منشن بقى اصحابك، قال لهم احنا بدأنا خلاص، وربنا سبحانه وتعالى يتقبل ان شاء الله ويكون خير لنا جميعا، وربنا يتقبل منا ومنكم. طبعا احنا بنبث عن طريق اليوتيوب وعن طريق اليوتيوب والفيسبوك. ممكن يكون العنوان بس هو اللي فيه خطأ، معلش نعدله. احنا في ليلة 25 رمضان، استطلاع 25 رمضان مش 23 رمضان، ممكن يكون خطأ مش مقصود اكيد يعني. فتابعونا على الفيسبوك وتابعونا على اليوتيوب، احنا حالا في بث مباشر. اهلا وسهلا. طبعا الجو جميل قوي والسماء صافيه وجميله قوي، فيعني الحمد لله، يعني حتى الان الامور طيبه. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. طبعا الشمس بدات تبان يا جماعه، بسيط قوي كده هتبان قدامنا دلوقتي. طبعا هي لسه مش باينه قدامكم، ايوه في كده ملمح للشمس شويه، بدات تبان شويه اهي كده، الشمس بدأت تبان قليلا. تعالوا نشوف مع بعض الشمس، ايوه بدأت الشمس تظهر اهي، اللحظات المهمة بقى في طلوع الشمس. طبعا البث عن طريق اليوتيوب وعن طريق الفيسبوك، فأهلا وسهلا بمتابعين الكرام وحبايبنا اللي بيتابعونا دايما. الشمس طالعة، بتبدأ تطلع، اللحظات الحاسمة بقى في طلوع الشمس، لحظات حاسمة جدا في طلوع الشمس. هنبص كده مع بعض، ادي الشمس قدام عينينا. طبعا احنا في مكان عالي شوية فبنشوف الشمس واحدة واحدة، هي طبعا بدأت تظهر خفيف قوي. انا هنقول لكم طبعا اللي انا ببقى شايفه بغض النظر عن احساسنا او ملنا لشيء ما. انا طبعا الشمس بدات تطلع قدام عيني، انا شايف الشمس، انا بالنسبه لي طبعا السماء صافيه زي ما احنا بننقل كده مع بعض على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. السماء جميله جدا اهي، بنقل لكم اللحظات كلها. الشمس طالعة ما شاء الله، اللهم بارك، مفيش شعاع خالص في طلوع الشمس، مفيش شعاع خالص. خلونا كده واحدة واحدة نتحرك مع بعض. كذا زاوية علشان اوريكم الشعاع بتاعها، بس ان هو مفيش شعاع حتى الان. الله الله،
يعني ننقل بقى كمان كده الايه الكاميرا التانية كمان عشان اليوتيوب. بصوا يا جماعة كده، اللهم صل على الحبيب صلى الله عليه وسلم. بصوا يا جماعة الشمس، معلش سامحونا. كده هنثبت بقى، كده هنثبت قوي عشان نشوفها كويس. الله، نثبت بقى. تعالوا كده نشوف مع بعض الشمس وطلوع الشمس. تعالوا بقى كده ايه، معلش سامحونا، بنظبط بس الكاميرات علشان تبقى مظبوطة. ايوة كده، اليوتيوب كاميرا ثبتناها، وهنا بقى الفيسبوك. ادي يا جماعة شمس ليلة 25 رمضان. الشمس قدام عينينا اهي، انا مش شايف شعاع خالص، مش شايف حاجة صفرة، مش شايف حواليها انعكاس اشعة مقارنة بالايام اللي فاتت. اللهم صل على سيدنا محمد. الله الله الله، والله سبحان الله. سوف نستمر شوية، يعني اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، 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 اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. بصوا يا جماعه الصوره، بصوا يا جماعه الصوره، شايفين الشمس؟ الشمس. بصوا يا جماعه الصوره، ما شاء الله، يعني انا مش عايز اعمل زوم كمان يعني. فبص على الصوره وانت بقى ايه، يا الله. دي يا جماعة الشمس قدام عينينا، شمس ليلة واحد، ليلة 25 رمضان 1445. السماء صافية جدا، الشمس قدام عينينا جميلة بيضاء بلا شعاع، وبدأت تتلألأ الشمس كأنها هي. الله أعلى وأعلم. احنا لسه هنشوف طبعا الشموس الأخرى، احنا طبعا متابعين على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. بصوا يا جماعة الشمس، سبحان الله. يعني استغلوا الوقت ده، انا هستاذنكم كل اللي بيتابعونا ناخد ثواب، يعني عشان لو كانت ليلة القدر ناخد الإجابة الدعوات. فيعني في التعليقات، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، عايز تبعت بقى الفيديو لحد، تمنشن حد. يعني الشمس النهارده، اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم بارك. طيب هو في، يعني في ناس كده ممكن يكون طريقتهم مش لطيفه في التعليقات، فاحنا ممكن نعمل لهم بلوك يعني. فممكن يعني ايه، بس يعني في حد كده دي ليلة 25 رمضان، يعني دي الشمس يا جماعة، الشمس قدام عينينا بلا، حتى الآن بلا شعاع، بتتلألأ الشمس، شكلها جميل، لعلها تكون هي. الله أعلى وأعلم. احنا بنجتهد فقط، احنا لا نجزم، لانها ليلة في الغيب، الله عز وجل المطلع، ولكن بنستند على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس بتطلع كالطست كده، يعني بيضة بلا شعاع، وتتلألأ الشمس. احنا معاكم، هنستمر شوية لحد ما الشمس تستقر اكتر، ونشوف هل في شعاع ولا هتستمر بهذا الشكل.
يا ريت كل اللي متابعونا يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يدعوا ولنفسهم فيه، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يعني ادي شمس ليله 25 رمضان، السماء صافيه جدا ما شاء الله، الشمس جميله قوي. سبحان الله، يعني سبحانك يا رب في خلقك، الشمس حتى الآن قدام عينينا. أنا سايب الصورة أكتر تتكلم، هناخد كمان وقت مع بعض بس عشان يبقى احنا بناخد ثواب، يعني نستغل الوقت ده في ذكر لله سبحانه وتعالى أو في أذكار الصباح أو في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. واللي انتوا شايفينه بقى اكتبوا لنا في التعليقات سواء على الفيسبوك أو اليوتيوب، شايفين ايه يا جماعة؟ يعني اوصفوا اللي انتوا شايفينه. الشمس قدامنا ما شاء الله واضحة، طبعا الفيديوهات الأخرى موجودة. الفيديوهات بتاع الليالي الزوجية حضراتكم سألتوا عليها، الليالي الزوجية كانت الشمس بشعاع قوي، يعني أنا ما نزلتش الفيديوهات لأنه من بداية الشمس أو من بداية السماء قبل الشروق السماء صفرة، يعني خلاص، فأنت مش محتاج تطلع بقى بث مباشر تطلع الشمس. يعني إحنا ركزنا على الفردية، الليالي حتى في الفردية، يعني الليلة اللي هنلاقيها في الفردية الشمس يعني انعكاسات الضوء شديدة من الأول، فاحنا مش هنكمل فيها يعني لأن هي تبقى خلاص. فكذلك الليالي اللي فاتت، يعني اللي احنا يعني ليلة 20 و22 و24 كانت الشمس صعبة. يعني ايه صعبة؟ يعني انعكاس الضوء الأصفر والشعاع كان من الأول، من بداية طلوعها كانت حامية، الشمس كانت حامية يعني صفرة، فما كانتش معانا في الخريطة، يعني ما جاش معانا ليلة كده في الزوجي. الفردي كانت ليله 21 ليله 23 واحنا النهارده في 25، يعني المقارنات بين الشمس دي ودي سبحانك يا رب شكلها ان الليله الليله دي الله اعلى واعلم هي الاقرب 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 الى ليله القدر الاقرب، وليس جزما. لسه ان شاء الله احنا مكملين بنعبد ربنا مش بنعبد ليله، بناكد تاني احنا بنعبد ربنا مش بنعبد ليله، هنكمل لآخر رمضان لعل لحظة القبول لسه ما جاتش. حتى لو كانت ليلة القدر ممكن يكون لسه الدعاء المستجاب ليا هيجي في آخر فطار، في آخر تهجد، في آخر تراويح. فسبحان الله، يعني الشمس قدام عينينا أهي، يعني الشمس. أنا مثبت الصورة في اليوتيوب ولكن في الفيسبوك بنتحرك شوية، زي كل مرة كده بنثبت صورة ونحرك التانية. فزي ما انتوا شايفين كده يا جماعة، آدي اليوتيوب وآدي الفيسبوك، ادي شمس ليلة 25 رمضان. طبعا الشمس كده مستقرة في السماء، شايفين الصورة كويس ولا ايه؟ اوصفوا لنا بقى شايفين ايه، ادعوا باللي انتوا نفسكم فيه لعلها تكون اجابة دعوة، لعلها تكون ساعة خير وبركة. فاللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، يعني احنا كده واحنا مع بعض خلونا ندعي ربنا سبحانه وتعالى، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والارض، يا رحمن يا رحيم، يا واحد يا احد، يا فرد يا صمد. امنوا معانا يا جماعه على الدعاء، هندعي مع بعض ونكتب امين، نامن مع بعض على الدعاء. اللهم يا ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله علانيته وسره، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد عند الرضا، ولك الحمد يا ربنا أبدا أبدا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، فيا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد على نعمة الأهل ونعمة رمضان وصيام رمضان يا رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وأوان وحين. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، إن كانت هذه ليلة القدر، إن كانت هذه ليلة القدر، إن كانت هذه ليلة القدر، فاكتب لنا فيها خير الأجر والنصيب، فاكتب لنا فيها خير الأجر والنصيب، فاكتب لنا فيها خير الأجر والنصيب. اللهم اغفر لنا فيها ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل فيها دعواتنا. اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاجعل لنا فيها يا ربنا، اجعل لنا فيها خير الحظ والنصيب يا رب العالمين.
اغفر لنا فيها ذنبا واستر لنا فيها عيبا واجعلها لنا عندك زخرة، اجعلها لنا عندك زخرة. تقبل فيها كل دعوة دعونا بها، كل آية قرأنا بها، كل سجدة وركعة صلينا بها. اللهم يا ربنا اجعلها في ميزان حسناتنا، اجعلها في ميزان حسناتنا. أقسمنا عليك يا ربنا إن كانت هذه ليلة القدر فبدل أقدارنا إلى خيرها، بدل أقدارنا إلى خيرها، بدل أقدارنا إلى خيرها. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا رب لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إلهنا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. يا رب نسألك في هذا الوقت وفي هذه الليلة وفي هذه الخيرات، نسألك هداية من عندك تهدي بها قلوبنا، تشرح بها صدورنا، تحسن بها أخلاقنا، توسع بها أرزاقنا. إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قليلا فأكثره، وإن كان كثيرا فبارك لنا فيه. يا رب انصر إخواننا في فلسطين، انصرهم نصرا عزيزا، انصرهم نصرا عزيزا، انصرهم نصرا عزيزا. داوي جرحاهم واشف مريضهم وتقبل شهداءهم. يا رب سامحنا على تقصيرنا في حقهم، سامحنا على تقصيرنا في حقهم. اللهم يا ربنا عليك بأعدائك وأعدائهم، اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اجعل لنا فيهم آية. اللهم يا ربنا لا ترفع لهم راية، لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية. اطمس على قلوبهم واجدد، اجدد على قلوبهم واطمس على أموالهم حتى يروا العذاب الأليم. انصر إخواننا في فلسطين، انصرهم يا رب، انصرهم يا رب. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم اكس عاريهم واشف مريضهم وتقبل شهيدهم. اللهم يا ربنا نسألك ونحن في رمضان أن يا ربنا تنظر إلينا نظرة رحمة ورضا. أقسمنا عليك، أقسمنا عليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أقسمنا عليك بصفاتك الحسنى وبأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. أقسمنا عليك الآن أن تنظر إلينا جميعا نظرة رحمة ورضا. انظر إلينا الآن جميعا نظرة رحمة ورضا، انظر إلينا الآن جميعا نظرة رحمة ورضا. فلا تعذبنا بعدها أبدا، فلا تعذبنا بعدها أبدا، فلا تعذبنا بعدها أبدا. لا تردنا خائبين ولا تردنا خاسرين. اجعلنا من المقبولين، اجعلنا من المقبولين، اجعلنا من المخلصين. اللهم يا ربنا اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا تجعل لأحد فيها شيء، اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا تجعل لأحد فيها شيء. اللهم اجعلها خالصة لوجهك الكريم ولا تجعل لأحد فيها شيئا. إلهنا وسيدنا ومولانا نسألك يا رب إن كانت هذه ليلة القدر، إن كانت هذه ليلة القدر، فتقبل صيامنا وتقبل ركوعنا وسجودنا وصلاتنا ودعائنا. اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا تدع لنا في هذا الوقت ولا في هذا المقام ولا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مكروبا إلا كشفت كربه، ولا مهموما إلا أذهبت همه، ولا مديونا إلا سددت دينه، ولا عاصيا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ميتا إلا رحمته. وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومن كان له حق علينا. اللهم وسع في القبور يا رب مدخلهم، أكرم نزلهم، اجعلهم يا ربنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا ربنا أحسن ختامنا، أحسن ختامنا، أحسن ختامنا. لا تقبض أرواحنا إلا ونحن لك ساجدين، أو في بيتك الحرام عندك محرمين، أو في مدينة رسولك الكريم، أو نحن في رمضان لك صائمين، أو فنحن في عرفات لك ملبين. يا رب لا تقبض أرواحنا إلا على حال تحبه، على حال تحبه، على حال تحبه وترضى به عنا أجمعين. إلهنا وسيدنا ومولانا ليس لنا إله غيرك فندعوه، ولا رب غيرك فنرجوه. رضاك عنا، رضاك عنا، رضاك عنا. لا تأخذ منا رمضان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعيب مستور وشفاء يا ربنا لما في الصدور. اللهم يا ربنا أكرمنا ولا تهنا، أعزنا ولا تذلنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، استجب دعوات
استجب دعوات فاضت بها قلوبنا، فاضت بها قلوبنا، فاضت بها قلوبنا، ولم تنطق بها ألسنتنا، ولم تنطق بها ألسنتنا. استجب يا ربنا دعاءنا كله، استجب دعاءنا كله، استجب دعاءنا كله. بدل سيئاتنا حسنات، بدل سيئاتنا حسنات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. اجعلنا للحبيب المصطفى، اجعلنا لسنته من التابعين، ولحوضه من الشاربين، ولشفاعته من الفائزين، ولرفقته في الجنة من الغانمين. إلهنا، سيدنا، مولانا، ترى مكاننا، تسمع كلامنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا. أقسمنا عليك، أقسمنا عليك، أقسمنا عليك. إن كانت هذه ليلة القدر فتقبلها منا، فتقبلها منا، فتقبلها منا، فتقبلها منا، فتقبلها منا، فتقبلها منا، فتقبلها منا. أعطنا سؤلنا، أعطنا سؤلنا، أعطنا سؤلنا، أعطنا سؤلنا. اللهم إن كنا من أهل رمضان القادم، اللهم أرنا إجابة دعواتنا، أرنا إجابة دعواتنا، أرنا إجابة دعواتنا. وإن كنا لن نكون من أهل الدنيا في رمضان القادم، فأحسن ختامنا، فأحسن ختامنا، فأحسن ختامنا، فأحسن ختامنا، فأحسن ختامنا. اللهم يا ربنا لك الحمد، لك الحمد، لك الحمد ولك الشكر يا ربي، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. يعني الشمس يا جماعة كما ترون، سبحان الله، يعني صورة جميلة وحاجة كده إعجازية بجد، يعني حاجة إعجازية. حتى الآن الشمس زي ما أنتوا شايفين الصورة، حتى الآن عبر مدار هذا الوقت، يعني الله أعلى وأعلم، العلامة دي قوية قوي. لسه هنستطلع مع بعض إن شاء الله الليالي اللي جاية بإذن الرحمن، فتابعونا. حتى الآن الشمس جميلة ما شاء الله، ويعني أقرب إلى علامات ليلة القدر. لا نجزم أبدا إنها هي أو لا، الله أعلى وأعلم، هذا في علم الله، ولكن بنجتهد مع بعض وبنقارن في آخر يوم خالص، آخر شمس خالص، ما الأقرب إلى ليلة القدر. إحنا لسنا متحيزين لليلة بعينها، ولسنا بنستطلع ليلة ونختارها، ولكن إحنا بنستطلع كل الليالي، وفي الآخر بنقول اللي إحنا شايفينه دون أن نجزم، لأن هذا في علم الله، هذا في علم الله. وهي علامة النبي قال بها صلى الله عليه وسلم. أنا ما أرى الآن، السماء جميلة، الشمس جميلة، ما فيش شعاع حواليها، ده اللي أنا شايفه بعناية. الكاميرات ممكن تكون رصدة ده أو أكتر أو أقل، ولكن حتى الآن الأمور يعني تمشي في شكل جميل. فهي حتى الآن هي ليلة قريبة جدا جدا عن الليالي السابقة، ولكن لسه لم نجزم، لأن ممكن الشمس تبقى أحلى في اللي جاي، فطبعا بناء على القادم ستكون الأمور أكثر وضوحا. يعني نختم البث على كده ولا تحبوا نكمل شوية؟ ياريت تكتبوا لي في التعليقات سواء على اليوتيوب أو الفيسبوك، يعني نختم البث على كده ولا نكمل قليلا؟ ابعتوا لنا وإحنا نسمع منكم، لأن إحنا متشاركين في هذا الخير وفي هذا الثواب. فنختم على كده ولا ننتظر قليلا؟ أنا يعني هحاول أشوف التعليقات بتاعة حضراتكم. يعني نختم قليلا ولا نكمل شوية؟ نكمل شوية، نكمل شوية. أنتوا عاجبكم الشمس، أنتوا فرحانين بالشمس، أنتوا فرحانين بالشمس. طيب احنا يعني سعدنا طبعا بوجودنا معاكم، ودايما كده نتابع بعض في الخير، ويعني دايما خلونا متواصلين، بنتابع بعض على الانستجرام او اليوتيوب او الفيسبوك.
يعني حتى الآن الشمس جميلة ما شاء الله، اللهم بارك. يعني حتى لو احنا لغينا الزوم كمان هتلاقوا الشمس، يعني كل الصورة مختلفة عن يعني أفضل. فربنا يتقبل منا ومنكم، ونسأل الله عز وجل أن يكبر بخاطرنا. اللهم اكبر بخاطرنا، اللهم اكبر بخاطرنا، وتقبل منا، وتقبل منا، اللهم أمين. يعني نسيبكم بقى، اللي ما صلاش الضحى يصلي الضحى، واللي هينزل يكمل يومه ويقرأ القرآن ويتابع بقية يومه، واللي عنده شغل أو اللي عنده جامعة أو اللي عنده أي شيء، ونسأل الله عز وجل أنه يتقبل منا. هنكمل إن شاء الرحمن في يوم آخر، وهو الأيام القادمة بإذن الله. عسى أن تكون ليلة قدر، وعسى أن تكون الليالي القادمة هي ليلة القدر. الله أعلى وأجل وأعظم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الشمس قدام عينيكم بيضاء بلا شعاع تتلألأ أمام أعيننا، فعلها تكون الأقرب الأقرب إلى ليلة القدر. هذا والله أعلى وأعلم. يا رب يا رب اكتب لنا دائما وأبدا الخير، اكتب لنا دائما وأبدا الخير، اكتب لنا دائما وأبدا الخير، واجعلنا من أهل الخير ومن المقبولين ومن المقبولين ومن المقبولين، اللهم أمين. هنقفل بس على الفيسبوك، وهنتابع شوية على اليوتيوب، فاللي حابب يكمل معنا شوية ينورنا على القناة بتاعنا على اليوتيوب، موجودة عندكم في اللينكات، وكمان هتلاقوا اللينكات بتاعها موجودة بشكل عام. فاللي حابب يكمل معنا شوية كمان هنكمل على اليوتيوب إن شاء الله. أشوفكم على ألف خير، وتابعوا معنا على اليوتيوب. السلام عليكم. طبعا احنا هنا على اليوتيوب مع حضراتكم مكملين في استطلاع شمس ليلة 25 رمضان. حتى الآن احنا متابعين مع بعض الشمس، واعتقد الصورة واضحة لحضراتكم. احنا بقالنا قرابة الحاجة 20 دقيقة في هذا البث، فبالتالي يعني بنحاول ان احنا نتابع مع بعض. هناخد كده دقيقتين كمان ولا حاجة، وزي ما احنا شايفين كده الصورة، واحنا بنستطلع الشمس مع بعض. فنسأل الله سبحانه وتعالى انه يوفقنا ويتقبل منا ان شاء الله، علها تكون ليلة قدر، اللهم امين. نحن لا نعلم، احنا بنجتهد وربنا كريم سبحانه وتعالى. يعني كما نرى هنكتفي بهذا القدر من هذا البث مع حضراتكم، وإن شاء الله تعالى نكمل في الأيام القادمة والليالي القادمة، وربنا يتقبل منا ومنكم إن شاء الله، ونشوفكم دايما على ألف خير. سلام عليكم.